الرحمن الرحيم. أنا دكتورة حنان حامد. تشرفت بإني كنت في الدورة التدريبية التابعة للـ IBCT TOT 087، وكنت الحقيقة مع مجموعة هايلة جدا جدا من الزملاء. الكل كان عنده استعداد هايل وطيب إن هو يغير في معارفه وفي مهاراته، وكلنا كنا جايين وعندنا الرغبة إن إحنا نبقى مدربين محترفين الحقيقة، لأن إحنا بنشوف الفرق بين المدرب المحترف التابع للبورد الدولي وبين أي مدرب تاني يعني معتمد من مكان تاني. فكلنا كنا جايين الحقيقة كلنا شغف إن إحنا نكتسب حاجة جديدة تقدر تفيدنا إحنا على المستوى الشخصي في البداية، ونقدر نفيد بيها مؤسساتنا كلنا إن شاء الله بعدها. برضو إحنا كنا محظوظين جدا بالسادة المدربين، على قد ما كنا بنسمع إن هم يعني بيحطوا الناس في ستريس جامد جدا زيهم زي كل المدربين التابعين للبورد الدولي، ودي حقيقة يعني إحنا من أول يوم لآخر لحظة وإحنا أندر ستريس. لكن الحقيقة عرفنا هم بيعملوا معانا كده ليه. إحنا حقيقي يعني ما كناش تحت ستريس ولا حاجة، بالعكس احنا كلنا اتعلمنا من اخطائنا سواء المباشرة او غير المباشرة. كلنا كان في جو من البهجة والمرح رغم هذا الستريس. فالحقيقة احنا مبسوطين جدا جدا، وانا بشكر جميع زميلاتي وزملائي وبشكر السادة المدربين. واحنا من غير ما نشوف الميثاق بتاع البورد الدولي احنا دلوقتي في بيننا وبين بعض ميثاق داخلي ان احنا هنفضل على قدر الامكان نحاول دايما نتواصل مع بعض نتبادل الخبرات، وملتزمين ان احنا ننفذ كل اللي احنا اتعلمناه هنا في الدورة التدريبية. ومتشكرة جدا.